مسافر بلا متاع محمود السعدني. ولكن على رأي تشارلز ديكنز، من أنا الذي يعيب على المدينة أنها تغيرت وقد عدت إليها أنا نفسي وقد غيرت مني الأيام؟ واللعب في الجروح يستفز ويهيج صاحبها ويجعل منه وحشا يتصرف كالنمر الجريح. والعمر كالطيف أو كالضيف ليس له إقامة. نحن أبناء أول حضارة عرفها التاريخ، نحن أول من كتب الكلمات على الورق، ونحن الذين علمنا الدنيا الرسم والموسيقى والنقش على الحجر، ونحن أول من عبدنا الطائر والعجل والشمس، وكنا أول من اهتدى إلى عبادة الإله الواحد. حتى الحكومة المركزية القوية القابضة على صولجان العدل والحكمة هي أحد الاختراعات المصرية. الطابور الذي أقصده هو طابور الحياة نفسها، الطابور الذي يصطف فيه البشر انتظاراً لطلب الاستدعاء الذي فرضته نظرية الحياة على صنف البني آدمين، نظرية الشروق والغروب والبداية والنهاية والميلاد والموت. فبالرغم من كل شيء وأي شيء، الحياة أحسن وأفضل حتى في أحط درجاتها وفي أحقر مستوياتها، وهو المعنى الذي أبرزه الكاتب الأمريكي أودوين شو: الموتى يرفضون الدفن.